أحباب الأعزاء من قناة أحياء رسول كالمسموع، وغدا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات حدث في رمضان. حدث في رمضان اليوم الثامن من شهر رمضان، وقعت العديد من الأحداث التاريخية على فترات متتالية في التاريخ الإسلامي يوم 8 رمضان. في 8 رمضان من السنة الثامنة للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري إلى بطن إضاء للتمويه على المشركين بخط سير المسلمين لفتح مكة. وفي 8 رمضان من السنة التاسعة للهجرة وقعت غزوة تبوك بين الروم وحلفائهم من قبائل العرب ضد المسلمين. وفي 8 رمضان 364 هجرية عاد جيش المسلمين إلى قرطبة ظافرا بعد انتصاره على جيش شارلمان في معركة باب الشرزي. وفي 8 رمضان 837 هجرية أرسل السلطان المملوكي سيف الدين برسباي تجريدة حربية بحرية لتطارد مراكب قناصة الفرنجة بعد أن بلغه أنهم استولوا على 5 مراكب للمسلمين أمام ساحل بيروت وفيها بضائع ورجال. وفي 8 رمضان سنة 907 هجرية تعذر الصيام على المسلمين البرتغاليين لأول مرة بسبب الاضطهاد الديني، فقد صدر أمر من الكنيسة الكاثوليكية بمطاردة كل مسلم وإجباره على الارتداد عن الإسلام. فتشتت الكثيرون منهم عبر شمال إفريقيا والمشرق العربي. السلطان سلجوقي طغرل ينتصر على جيش الدولة الغزونية في معركة داقان سنة 431 هجرية، ويستولي على خراسان ويجبر الغزانويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة. في 8 رمضان ولاية السلطان السلجوقي البأرسلان سنة 455 هجرية. بعد وفاة عمه سلطان طغرل بيك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة، ويعد ألب أرسلان من كبار رجال التاريخ وصاحب الانتصار الخالد على الروم في معركة ملاذ كرد. في 8 رمضان بدأ حصار مدينة عكا بقيادة الظاهر بيبرس سنة 665 هجرية، وقال قد بلغه في دمشق أن جماعة من الفرنج تغير في الليل على المسلمين وتتوارى وهي ترتدي ثياب المسلمين. قاد السلطان بيبرس سرية خاصة استطاعت اقتناصهم بعد أن كانوا ينطلقون من عكا، وحاول الفرنج المقيمون في عكا ضرب المسلمين، فأمر بيبرس بالقضاء على حاميتها وهدم جدرانها إذ لم يمتثل أهلها بالولاء للنظام الإسلامي للدولة. وفي 8 رمضان سنة 1316 هجرية بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان الإنجليزي المصري. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.